الهجوم الهجوم المغاربة بدأوا في الوصول على السجادة الحمراء مثل منفتو مثل محسن مالزي سعيد باي يحضرون اللحظة إلى السجادة هذا الخاص ديالي انا في جد سعيده بالحضور ديالي من بعد عامين ديال المرض وكوفيد وواحد الحاله يعني لا اله الا الله لا يعيد علينا. فانا جيت سعيده بالحضور ديالي في مدينه مراكش مع الاصدقاء والصديقات المخرجين والمخرجات، كنشوفوا ناس اخرين وكيشوفونا حتى حنا، ففرحانه جدا انني كون حاضره في المهرجان. فريده بلي زيد تستاهل كل تكريم، ماشي غير التكريم، تستاهل بزاف ديال التكريمات. مرا من اطيب خلق الله، مرا طيبه، ومرا اللي اعطت كثير كثير لهاد السينما المغربيه. فنقول لها مبروك عليك التكريم، وما كرهناش نشوفوا عمل جديد من عند لاله فريده بليزيد، والله يعطيها صحيحتها. شكرا لكم. أستاذة فريدة بليزيد من لي بروميير لي بيونيير مخرجات مغربيات، وكان واقيلا الوقت باش نجيو وتكرم في بلادها، هي تكرمت في جميع البلدان ولكن ما قالت لها مازال ديال مراكش. دونك الحمد لله احسن اختيار انا بالنسبه لي كبير. انا جد فخوره بهاد الدوره، كاين واحد النضج، كاين واحد انا بعدا اللي عجبني اكثر هو الحضور القوي ديال الصحافه المغربيه. عجبني الحال انني كنتكلموا في هذا البساط الحمر بالدارجه ديالتنا. انا فخوره جدا وفخوره نشوفكم نتوما كاملين ومعززين مكرمين. هادشي الا ما كتشوف ان الناس سمعوا الهضره، سمعوا يعني ماشيين وكيطوروا، ماشيين وكيحافظوا على المغربي ديالتنا وكيعطيو قيمه اكثر للفن المغربي للصحفي المغربي. دونك هادشي الا خصنا ندعموهم اصلا. دبي عليك انا كيعجبني القفطان اولا، ما كيجينيش بانني قد يجيني انا مغربيه، دونك ما يجيني الا القفطان.
يعني واخا نظن نلبس ان شاء الله ماركات لي عالميه وكل كلي الماز ودياموند هيجيني هي القفطان. وواقيلا حتى كفنانه بما اننا عندنا هاد لوبورتونيتي اللي نجيو في التابي البساط الاحمر مراكش ونغوبريزونطيو بلادنا قدام العالم، والا خاصنا نلبسوا الجزائر ديالنا حيت كيجيو حنايا من الاجانب يلبسوا القفطان ديالنا، علاش ما نلبسوش حنا؟ الاسره متواضعه مغربيه، حنا الحمد لله القفطان ديالنا كيسوى بزاف الفلوس وما يسوى والو، ما كايناش شي امراه مغربيه كيف ما كان البيدجي ديالها الا وتلبس القفطان وهيجي معاها، ما بقاش شايف شحال بقات واش القالب واش هيلبسوا ولا لا. الاستاذ فوزي السعيدي كنتمنى ليه النجاح، الفيلم سميتو اخر ايام الصيف دونك ان ديرني جور ديتي. انا كيعجبني بزاف الاستاذ بن سعيدي خصوصا بان كاينين اصدقاء لاعبين في هذا الفيلم، منى فتون، ناديه كوندا، حسنة، اسمح لي سابقت خلعني السيد محسن مالدي، حسنا مؤمني، كاين اصدقاء استاذ الشوبي. دونك ديكو انا الا وفخوره بتواجدي باش نتفرج في هذا الفيلم. اصداء كبيره، اصداء نجاح، اصداء اجتهاد اللي كيلقى ثمار من بعد، فالحمد لله جودي باقي ما تسالاتش، خاصه وانا كدوز حلقه في الاسبوع، فانا كنقول هذه غير بريزونطاسيون ديال المسلسل، مازال المسلسل عاد غادي يبدا. كنعرفوا ان دائما خمسه الحلقات ولا سته كتكون بدايه وبريزونطاسيون ديال المشاهد ديال لي بيرسوناج ديال الاحداث ديال القصه، فكنظن الشخضه الحقيقيه عاد غادي تبدا في المسلسل. الله كنت كنتوقع من خلال يعني اجتهاد المخرجه، اجتهاد في السيناريو، اجتهاد ليكيب تكنيك وليكيب ارتستيك، وحتى الانتاج كان جميل. القناه الاولى كدير يعني جميع المجهودات ديالها باش يكونوا اعمال ديالها دراميه غاديه في تقدم كبير، فالحمد لله كنظن ان النجاح مازال غادي يزيد لقدام. ابتسامة روسي دائما كتهز مسؤوليه، والعاتق ديالي دائما كيكون هز مسؤوليه ديال اي عمل ولو يكون ضيفه شرف. فهذا الميدان ديالي، الميدان اللي كنحبو، الميدان اللي كنعيش فيه، فدائما خصني نحترمو ونقدرو وندير لي غوشيرش فيه باش تكون عندي استمراريه. شي اول بطوله دائما كانت عندي بطوله مطلقه، كتكون عندي بطولات مشتركه، هذه المره كانت بطوله مطلقه اللي كنشكرهم بزاف على الثقه اللي عطاوها ليا. مي هذا ما كيعنيش انني نقدر نكون في دور ثاني وثالث ورابع، لان الفنان ماشي هو بطوله، الفنان هو انه يكون يجسد ادوار وشخصيات. كاين فيلم ديال عبد الواحد بجهد مخرج اللي دار واحد لو ميتراج زوين بزاف، واللي فيه تو الممثلين مجدولي ادريسي، رفيق بوبكر، جميله لوني، سانديا، منصور بدري، ابتسام لاروسي، وهو الزوج ديالي كنتمنى له حظ موفق سعيد. فيلم اللي داروا من قلبه وسهر عليه وتعاوننا عليه بزاف، ان شاء الله غيكون قريب. وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.